ما حكم تبرع مسلم بكليته لنصراني مريض جدا؟ التبرع بالكلية نحن نحيل الأمر فيه إلى الأطباء، إذا شهد الأطباء الثقات العدول أهل الخبرة أن التبرع بالكلية يضر المتبرع فيحرم التبرع بها، إذا قالوا لن يضر المتبرع فإذا يجوز التبرع بها، لكن يبقى النظر هل يجوز أن أطبب كافرا أو أعالج كافرا أو لا يجوز. يجوز تطبيب الكافر وتجوز مداواة الكافر بدليل حديث الصحابي الذي رقى اللديغ المشرك وأعطي على ذلك قطيعا من الغنم، والله أعلم.